مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من سوق الاحد، احد اشهر الاسواق الاسبوعيه هنا في مدينه اكادير. وكنا كنعرفوا بان يعني اليوم هو اليوم الاول من ذي الحجه، ولم يتبقى سوى 10 أيام تقريبا عن حلول عيد الأضحى المبارك. واليوم جينا باش نشوفوا الناس يعني الإقبال هنا في سوق الأحد، واش الناس يعني كيتقداو ولا لا، واش الناس يعني كاين إقبال على المشتريات وعلى التبضع كما كتشوفوا معنا. يعني السوق تقريبا يعني السوق راه عامر، والناس يعني كاين إقبال كبير هنا في سوق الأحد على التبضع، وأيضا على شراء كل المستلزمات والحاجيات اللي كتخص المواطن المغربي والمواطن السوسي بصفة خاصة. إخواني الكرام، غادي ناخذكم في واحد الجولة قصيرة هنا بربوع أجنحة السوق حتى نقربكم أكثر من الأجواء ومن الرواج ومن كافة الأجواء اللي كتطبع هنا سوق الأحد بمدينة أكادير. انتما كما كتشوفوا إخواني الكرام، فيعني السوق تبارك الله يعني عامر بزاف، يعني الناس كاين واحد إقبال كبير هنا في هذا السوق. كما كتشوفوا أسر وشباب ورجال ونساء خرجوا من أجل التبضع ومن أجل شراء المستلزمات من حاجات من الملابس ومن المواد الغذائية وغيرها من الأشياء اللي كيضمها هذا السوق هنا في مدينة أكادير. وللتذكير فقط، فسوق الأحد يعد أكبر مركب تجاري الجنوب المغربي وأيضا بشمال إفريقيا. شو مزاد اقسم بالله بال 2400 زاد تنزل كما كتشوفوا إخواني الكرام. فالسوق مختلف الأجنحة ديالو كيعرف واحد الإقبال كبير من طرف المواطنين ومن طرف الساكنة ديال المدينة اللي كتحج بكثافة لهذا السوق من أجل شراء كما قلت المقتنيات ديالهم والبضائع ديالهم والحاجيات والمستلزمات اللي كتخص عيد الأضحى. وخاصة كاين واحد الإقبال كبير على شراء الملابس، كنا كنعرفوا بان مجموعه من الاسر باقي يعني متمسكه بالعاده القديمه والمترسخه في العادات المغربيه وهي شراء حوايج العيد كما يصطلح عليه لدى العاميه، الاطفال الصغار وايضا حتى الشباب كاين اللي باقي متمسك بهذا يعني العاده اللي هي اقتناء ملابس العيد. Ne
كما كما كتشوفوا اخواني الكرام الناس يعني كثار جايين اليوم للسوق باش انهم يشريوا المستلزمات ديالهم بطبيعه الحال. كاين اقبال كبير على السوق الاحد وايضا الناس كتبغوا يعني كافه المستلزمات ديالهم بطبيعه الحال. شكرا لكم.